بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامج يعنى بمفردات القرآن الكريم، عنوانه الدائم النيرات. وأما موضوعه فإننا في كل لقاء بإذن الله تبارك وتعالى وعونه نفيء وإياكم، نفيء معكم إلى تلكم المفردات، نبحر في سناها وننهل من معينها إيمانيا وتاريخيا وأدبيا ومعرفيا، وفق استعمال القرآن لتلك المفردة هو الذي يحكمنا فيما سنقوله بإذن الله تعالى. لقاء اليوم يحمل عنوان العزم. العزم في عرف أهل اللغة عقد القلب على إمضاء أمر ما، عقد القلب على إمضاء أمر ما. قال الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه المفردة جاءت في القرآن العظيم في سياقات متعددة، نبدأ ببعضها وعليك أن تقيس الأشباه على نظائرها. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو الحلف، والله جل وعلا هنا يبين أنه قد يكون من بعض الأزواج أن يقسموا أن لا يجامعوا زوجاتهم، فلهم في ذلك أربعة أشهر، ثم بعد ذلك لا بد أن يستبين الأمر وتتضح المحجة. فهذا معنى قول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم. فقول ربنا من نسائهم يخص الأزواج دون الإماء. تربص أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر. ثم قال: فإن فاءوا، أي رجعوا عما عادوا، رجعوا عما أرادوه في الأول، فإن الله غفور رحيم. هل التذييل بقول الله جل وعلا فإن الله غفور رحيم يعفي عن الكفارة؟ قال بهذا بعض العلماء وقال آخرون بغيره لعموم الأدلة في وجوب الكفارة عند الحنث في اليمين، لكن هذا ليس موضوعنا. ثم قال الله جل وعلا، وهذا موضع الشاهد: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي عقدوا النية على إمضاء ما قد أرادوه من قبل. وفي هذا دلالة على أن مضي الأربع الأشهر ليس وحده كافيا لأن يتم الطلاق، وإن قال به بعض الأجلاء من أهل العلم، لكن قول ربنا تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاق قرين على أنه لا بد أن يكون هناك عقد في القلب على إمضاء ذلكم الطلاق. هذا أحد استعمال كلمة العزم في كلام ربنا جل وعلا، كما جاءت هذه الكلمة في سورة لقمان، فإن لقمان اختلف في نبوته، والأظهر والعلم عند الله أنه عبد صالح عاش في زمن داود، أفاء الله جل وعلا عليه بالحكمة، وآتى ابنه العديد من الوصايا. قال الله جل وعلا عنه في جملة وصايا ساقى لقمان لابنه: قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا موضوع الشاهد: إن ذلك لمن عزم الأمور. فنعت الله جل وعلا ذلك بأنه عزم الأمور، لكن الخلاف قائم على ما يعود اسم الإشارة في قول الله جل وعلا إن ذلك. قال فريق من العلماء إنه يعود على الصبر، يعود فقط على الصبر عندهم، وقال آخرون إنه يعود إلى كل وصايا لقمان لابنه، وهذا الذي يظهر لي. وقال البعض إنه يعود فقط على ما اشتملته الآية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن ما معنى عزم الأمور هنا؟ عزم الأمور هنا هو الأخذ بالجد في الوصول إلى طريق النجاة، واتباع سبيل أولي الحزم من الرجال الأفذاذ الذين يسيرون على منهج ربهم تبارك وتعالى حتى يلقوه. ولا ريب أن الصبر والثبات على الدين يحتاج إلى عزيمة قوية، لهذا قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: إن ذلك لمن عزم الأمور في سورة لقمان.
كما أن ربنا تبارك وتعالى أوصى نبيه جل وعلا في وصية جامعة له كيف يقوم نظام الحكم في الإسلام، فأمره بالشورى، قال له وشاورهم في الأمر، أي وشاور أصحابك وخذ برأيهم، وإن كانت الشورى على الصحيح ليست ملزمة بالشرع، لكن للإمام أن يستشير، بل عليه أن يستشير، ثم ينظر بعد أن يجمع الآراء أيها أقرب إلى مصلحة المسلمين. قال شوقي: الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. بعد أن أمر الله جل وعلا بذلك قال تباركت أسماؤه: فإذا عزمت فتوكل على الله، كما قالها ربنا في سورة آل عمران، أي إن عقدت قلبك على مضي الأمر ورأيت أنه ذا صواب وأن فيه الخير والنفع للمسلمين فتوكل على الله، لأنه لا غنى لك أبدا، وإن بان الأمر إليك وظهرت الحقيقة لك أن تتوكل على ربك، فليس للمؤمن غنى عن ربه لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. كما أن من الآيات التي جاء فيها لفظ العزم في القرآن العظيم قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فقول ربنا فاصبر، قال العلماء هنا الصبر هنا معناه الثبات على الدين من غير بث ولا استكراه، مع اليقين بنصر الله جل وعلا، الثبات على الدين من غير بث، يعني بث شكوى، من غير بث ولا استكراه، مع اليقين بنصر الله جل وعلا. ثم قال له ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اختلف العلماء في من هنا هل هي بيانية أو هي بعضية، فإن قلنا إن من هنا بيانية فيصبح المعنى بالاتفاق على هذا المفهوم، يصبح المعنى بالاتفاق أن جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أولو عزم، هذا القول الأول وهو قول مرجوح. وآخرون من العلماء وعليه المعظم يقولون إن من هنا بعضية وليست بيانية. فإذا قلنا إن من هنا بعضية فيصبح ليس كل أنبياء الله ورسله يصح وصفهم بأنهم أولو عزم، ولا يغير ذلك من مكانتهم وجلالة قدرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتحرر من هذا سؤال: إن كانت من بعضية فمن هم أولو العزم من الرسل؟ قالت طائفة من العلماء إنهم نجباء الأنبياء المنصوص على نبوتهم ورسالتهم في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 نبيا على هذا القول وهو الثاني في سردنا لأقوال العلماء، يصبح أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. لكن قال بعض العلماء إن أولي العزم من الرسل هم 5 فقط، وقد نص الله على ذلك وفق هذا الرأي وهو الراجح في موضعين في كلامه. صحيح أن الآيتين لم يذكر فيهما كلمة أولو العزم، لكن من حيث القرائن والسياق القرآني يدل الأمر على أن لهؤلاء 5 ما ليس لغيرهم. قال ربنا في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال ربنا في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهاتان الآيتان قرينتان ما جاء فيهما على أن أولي العزم من الرسل هم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد جمعهم بعض من ينظم قائلا: أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء 5 من تأمل سيرهم غلب على ظنه ومعرفته أنهم أحق من يسمى بأولي العزم من الرسل. فنوح عليه السلام أطول الأنبياء عمرا،
لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا جله أو كله في الدعوة، وعاش قبلها وبعدها صلوات الله وسلامه عليه، وهو الأب الثاني للبشرية. قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. وأما الخليل الممجد إبراهيم عليه السلام فيكفيه قول الله جل وعلا فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول الله جل وعلا لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذان ثناءان عاطران من رب العزة والجلال على هذا العبد الصالح والخليل الممجد إبراهيم. ويدل عليه أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاعة وعلو كعبه في عرصات يوم القيامة، قال: أقوم مقاما يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم. فقول عليه الصلاة والسلام حتى إبراهيم يدل على علو كعب إبراهيم في درجات النبيين. بقي اثنان غير نبينا، هما موسى وعيسى. فأما موسى فكفاه شرفا قول الله جل وعلا في حقه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأما عيسى فإن الله جل وعلا جعله آية، قال ربنا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي حديث الشفاعة أنه لم يذكر ذنبا صلوات الله وسلامه عليه، بل قال: اذهبوا إلى محمد، ولم يذكر ذنبا كما ذكر الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. وأما خاتمهم فهو سيد الخلق وأشرفهم، نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أمره الله جل وعلا بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. من هذا السياحة العلمية التي مضت في هذه الدقائق المعدودات، رأينا في هذا البرنامج النيرات أن كلمة العزم وردت بمعان متقاربة جدا في كلام رب العزة والجلال. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وما تهيأ إعداده وما أعان الله على قوله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.